الشفاء قبل العيد ما تكلموش على لاشان عالسميد وعالزيت والمجاريح والناس عليك باش ماتوا في بيرتوتا. الناس ماتوا عليك باش بيرتوتا من لاشان. كلموش نهار العيد، نهار العيد الشي اللي صرا في الشعب الجزائر لحقت الى درجه انه فلسطيني، فلسطيني من قلب الجزائر اندهش الشي اللي شافوا في الجزائر. شوفوا شوفوا برميل قد هذا تاع 500 لتر يكلف حوالي في الدولار ما يقارب 70 دولار. اسمع في شويه عشوائيه مش طبيعيه. هذاك الشيء ماهوش طبيعي. الفلسطيني هاك نفس المعاناة ويحلف. روحوا قولوا له انت عميل تاع المخزن، انت عميل تاع اسرائيل، انت عميل هذا لانك قلت نفس المعاناة. وهذا هو الواقع تاع الشعب الجزائري اللي ينكروا الا الخائن اللي ينكروا واللي منبطح للعصابة. اسمع الان شو يقول المواطن الجزائري. سيتيرنا يا عباد الله مليون ومكاش، مليون ومكاش. هو جعلنا من الماء كل شيء حي. احنا اذا متنا ما عندناش باهي غسلونا، احنا حتى نموت ما عندناش وين يدفنونا. لا ماء لا دفينا، لا ما عندنا مقبره، لا عندنا وين نشربوا. 2024 مازلنا نهضروا على الماء، احنا مازلنا نديروا صفايا قناره وتعمر بالمحكم. 2024 باقيين نقولوا بقوه ضاربه. انا مش لاقي حتى الماء. هادو الجزائريين وفي الجزائر راهم يتكلموا. 2024 مازال تكلموا على الماء، نعمروا الماء ونجيبوا في سيتينا والبيدون وكذا. 2024 بلاد البترول والغاز، روح للسعوديه، روح لقطر، روح الامارات راهم عايشين، روح لليبيا راهم عايشين هذا الشيء هذايا. مازال نزيدوا نشوفوا اخر. يعني ما كملتش الحكايه. يعني عندنا صور وصور وصور وما شاء الله كامل صور. شوفوا تيارت كيفاش شعلت فيها النار. Ici confronté à un épisode de sécheresse, notamment à Tiaret, où les températures frôlent les 40 degrés. C'est une région du nord-ouest du pays. Des manifestations ont éclaté ces derniers jours. Bonsoir Slimane. Voilà. Des manifestations ont éclaté ces derniers jours. هذا TV5, هذا في الخارج عم يتكلم. العالم كامل يتكلم عليها. العالم كي يتكلم يقول لك الجزائر هي تعطش. جنافريك دايرين ثاني توت ان دوسي على لاست بريس، دايرين توت ان دوسي الا صحف بودور وقنوات العار والاستحمار اللي ما يتكلموش على هذا الموضوع تاع ندره المياه. الوغ نزيدوا نشوفوا عندنا في وهران في تيار الثاني. نهار العيد يقطعوا الماء مع الشعب ما كاينش الماء. ها هكاش الناس عايشة. هذه في تيار صبيحة اليوم العيد. الشعب هنا يا راه شوف عام هنا. هكا الشعب عايش. عام هنا خاوة كاش اللي غافر خوه كاع. خلينا من هذه. انا في فنجور جا الوزير اللي عنده طروح. اي واش هادو باش تقول عليهم؟ هادو كاع المخزن، هادو المصعد، هادو العمال تاع المخابرات الفرنسيه، هادو العمال تاع الامارات. شكونهم هادو؟ اليوم حتى اوروبا ما عندهاش عامل، راه الشوماج ما عندهاش عامل لابنائهم. نعل الشيطان برك ما تبكوا في والديكم تغلوا فيهم. الحرقه غادي تولي عند قريب، تولي من اوروبا ترجع للجزائر.
من اوروبا ماشي انت ترجع. شوف شحال الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه. دونك انعلوا الشيطان، ما تبكوش والديكم لان المستقبل كبير في بلادكم. شوفوا يا دي جون في داروا دي ستارت اب، داروا شركات راهم ناجحين، شبان داروا دي ستارت اب راهم ناجحين. العصابه عايشه في واد الشعب في بلد. كيفاش العصابه كتستهدف؟ من عند المريول راك غائب على الميدان. دونك هاو الناس كيفاش عيدت في الجزائر. ديرها يشعل، ديرها يشعل، ديرها يثقب، ديرها يثقب. طيب نواصلوا، شوفوا الصور تاع هذه الجزائر التي تعيش تحت الظلم. شوفوا بعد ما شفنا تيارت نشوفوا تلمسان، شوفوا تلمسان. زيارتنا في الشهر زيارتنا في الشهر ما عندهاش. شوف انا هذا منكر، اول حاجه هذا منكر ما يحبونا ربي لا العبد. ثاني حاجه هذا نسلكو من الجيب انا وانت واللي قاعد تشوف انت، هذا الماء اللي قاعد يسيح وقاعد يهبط روكار الزحزه قاعد يهبط، هذا نسلكوه من الجيب من جيبنا نسلكو. ثاني حاجه الوالي تاع زيارته شنو قال لك شوف لا ست نشف. وهذا السي عيسو اللي قال له راح يتفرج فرانس هولندا، تمش واحد يحشم يقول لك واش راح تتفرج انت، باين ما تعرفش شكون باباك، روح تلعب جهه اخرى واللي بعثوك الذباب كلهم هنا كاين العسل والذباب يتبع حاجه اخرى. فوالا مصطفى الدحماني رجع خونا، مرحبا بك. فوالا دونك نواصلوا على هذا الكلام بعد نعملوا مونتاج سيبونا كابسول وحدها. اذا نواصلوا مع صور الواقع المر للشعب الجزائري، الواقع المر للشعب اللي يعيش فيه الشعب الجزائري، لانه مازال ما شفناش يعني الشيء اللي شفناه لحد الان، كل هذا قليل فشوفوا هذه الصوره تاع المراه واش تحكي كيفاش تصور في الجزائر. شوفوها. معناش من هذه البلاد، شغلنا في كوكب اخر. 16 عام نقسم لك بربي وهذا عواشين، 16 عام مازال ما شلاليش الهاشم يخرج، وانا نغيب بالدجاج، ها دجاجه في الفريجيدير. مربي ولدي تمايا انا والله غالب ما عنديش ولدي، راه نوريك وراني ولدي وتشوف. لا غالب ما كانش، لا غالب قسما بالله العلي العظيم، واليوم الوقفه ما كان. انا ولادي عندي زوج ما خدامه ما والو، ما كانش اللي يجيب لي حتى تيبانات الخبز، خطره نخدم خطره ما نخدمش. عندي شير وشيرة، ادم ارواح نور ارواحي، ها ولا هذا ولدي لا نفق له ولا حتى بهم وما ينفقش عليهم، عندي شير وشيرة. الله. وكي شافوكم جاو يجروا قالوا لي ماما خف في روحي الشيطان كبش. ما انا مانيش خدامه درك لا خدمه. هذا رسالة محسن، هذا محسن هذا. الله انا شنو نقول لك، روح ان شاء الله كيما فرحت هذا الدراري الله يفرحك، هذا اللي نقوله لك، كيما فرحت هذا الدراري ربي يفرحك. هذا ماك وحنا انت اللي راك تسمع فينا يا مول الخير محسن، يا المحسن يا مول الخير، يا اللي ربي يزيدك خير على خير. تهلا في المساكين قد ليك لجم، ربي يقول لك هاك، تهلا في المساكين قد ليك لجم، وربي يتهلا فيك. وهذا النهار المبارك الله يجعل ربي يحفظك ويسترك، الله يجعل ربي يوفقك ان شاء الله، والله يرزقك خير على خير. وهذا النهار تاع عواشر الله يجعل ربي يفرحك، الله يجعل ربي يسترك، ربي يحفظك. الشعب عايش بالصداقات تاع مواطنين، دوله غايبه، دوله مخليه الناس المواله هذوما اللي يبيعوا في الكباش يديروا السمه اللي يحبوا، اللي يبيع اللحم يدير السمه اللي يحب، اللي يبيع السميد كيف. دوله غايبه، وقلناها بلي ما كانش دوله في الجزائر، ما كانش دوله في الجزائر. ناس فوالا يعيشوا بالصداقه، يعيشوا بالمعاناه، ولكن الى متى؟ الوقت شوف
هذه شفنا صورة نزيدو أونكور صورة تاع ناس أخرين، هذو اللي شفنا تقريبا من الغرب، شوفوا هذو في الشرق في وسط الجزائر، سمعت في العاصمة، شوفوا صور أخرى. دابون شوفوا عشان الحملية العيد الناس ما قدوش يذبحوا، ها ناس راه بيضا عشان الحمل أثبت الهول سيد مازال مفتاح خويا، بس تعرف باللي الجزائر نصها ما عيدتش. وعلاش نصها ما عيدتش؟ بلاد فقر؟ بلاد زوامرة؟ وين راحوا دراهم البترول؟ وين راحوا دراهم الغاز؟ وعلاش ناس بلاد نصها ما عيدتش؟ وكنا ورينا صور في نهار العيد، ونورينا ناس اللي في كارتي كامح وما كان زوج اللي يذبحوا، شفنا غير زوج. هاي نزيدو نشوفو هاد المرأة اللي تقول لك من 2010 ما شراتش كبش العيد لولادها، وتخدم عندها حياتها كامل عندها في قطاع الصحة، تاخذ 2 مليون و400، والكبش يدير 15 مليون 12 مليون. شوفوا هاد المواطنة واش تحكي، ومواطنين أخرين. أختي واش تشريك باش ما تقدريش؟ أمبوسيبل، ما نقدرش نشري، أنا ما ديرش ما شريتش كبش. وما نشيش الحم، ما نشيش نشري، في رمضان عيط بالقابي تاع الدجاج، اللي يحب يضحك يضحك. والبارح ولا البارح نمشي هادو الاخرين تنحتين تاع الدجاج، واحد يبيع فيهم 50,000 الكيلو، واحد يبيع فيهم 40,000، اسكو هادو يجيب فيهم لي فيتامين ولا ما فيهمش؟ واش رانا ناكلو؟ رانا كاع مرضى، جزائريين كاع مرضى، واش نخلص الجملايين؟ انا خدمت حياتي كامل في لاسونتي. في حياتي كاع في لاسونتي يجيني جملين 400، ناكل بهم ولا نداوي بهم ولا نشرب بهم، واش من جهه واش من كبش نشري؟ ما نقدرش ما نكذبش، ولادي داروا يبكوا على الكفاش، ما نقدرش امبوسيبل نشري كبش. دوك عندي من ديما يديس انا شكلي شفت فاسيليتي في الخدمه، ما زدتش شفت كبش في داري. دوك يصفقوا علينا برك على الخضره، الخضره يا سيدي ما سحقوش الكفاش، الخضره شويه تنقص علينا الحاله باش نقدروا نعيشوا. هذا بلد بترولي وعنده الغاز وعنده الحديد وعنده الفوسفات وعنده الذهب، صاحبي الناس يقول لك نقصنا في السما تاع الخضره باش نقدروا نعيشوا، ولكن الى متى تطلبوا باش نقصوا في السما تاع الخضره؟ الوقت وانتم قاعدين تتفرجوا في عصابه تاع ولاد حرام، عصابه تاع مجرمين تاع الشميتيه، الوقتاش وانتم تفرجوا؟ الوقتاش؟ نذكر بلي هاد العصابة ضعيفة، تنسف عليها تطيح كيما طاحت العصابة اللي كانت قوية عليها، كانت أقوى من هذه، كانت عندها فاسي وكذا، طاحت عصابة بوتفليقة، هذه عصابة العراية تاع الفويوات تنسف عليها تطيح، يخرج الشعب برك، في نص نهار تطيح العصابة هذه، النظام هذا يطيح في نص نهار. واش يمنع الشعب الجزائري باش يخرج كيما خرج في فيفري 2019؟ واش اللي يمنعو لما يخرج الشعب كامل يهب؟ لانه عايش كامل نفس المشاكل، كامل الشعب عايش نفس المشاكل، كامل الشعب عايش الذل، ماشي غير قال ما كاش ما كاش الذل، الشعب عايش مذلول. اسكو شو هذا اليوم يتكلموا عليهم يتاجروا بهم الحكام هاد العصابه؟ ماتوا باش الشعب الجزائري يعيش مذلول، باش كامل الشعب الجزائري يفكر في الحرقه، باش الشباب الجزائري ما عنده حتى مستقبل في بلاده، ماتوا على جال هذه. وعلاش؟ وين راحوا دراهمنا احنا؟ وين راحوا دراهم الشعب؟ وين راحوا دراهم الجزائر؟ وين راحوا دراهم البترول؟ علاش حتى شعوب عندها بترول عايشة في رحمة وحنا عايشين في نقمة؟ ما عندناش الحق حتى باش ننتخبوا رئيس، يعني ما عندناش الحق حتى باش تكون شكون يسير لك البلاد، شكون يسهر على أموال البلاد، لازم يبقاو دايما هما. وقتاش انتوما ساكتين؟ إيه الوقتاش والشعب ساكت؟ باش يهزوا الحبس ما يقدروش، يكون عدد كبير يخلعوا
في فيفري 2019 بداو ياكلوا في بعضهم، بداو ياكلوا في بعضهم، وانا التليفون يمنا تليفون مليون نسمعها كمين كروشهم، كل واحد يقول لك غدوه راح ينطيحوا. اي نعم، كل واحد يقول مع الاول دا قال كان شويه بعد بعضت خلاص مقدروش يشدوا. واش راح يجيب البازوكا؟ راح يجيبوا لي طون ديجا على الساحه الدوليه مرفوضين. على الساحه الدوليه عايشين عزله كبيره، يجي يكذب عليك يقول لك راه تبون عرضوه يشارك في قمه السبعه الدول. لا، عرضوا تاع كينيا وعرضوا تاع تونس وعرضوا تاع ناس كان جاو، وهذاك جابوه تبون مام با تلاقى اي باستثناء ماكرون باش خدا من عنده معلومات حول الانتخابات فقط لا اكثر ولا اقل. ومن بعد ما حد سمى تكلمش مام با على اللقاء ديالو مع تبون في الموقع تاعو على منصة اكس، روحوا منصة اكس تاع ماكرون تسيبو ذكر حط كاع اللي تلاقى معاهم الا تبون، لانه معفون معفون ما يحطوش ولا زاد تلاقى به واحد. قام باقيين حطوا لابيس كي واقفين على الكرسي يجوزوا هكذا ما بالمجامله. صح صح، هذه كي صوروا يفرحوا بها هكذا صارت له. اذا الشعب ناف، الشعب ناف، قولوا له نمار خلاص، يقدر يكون نهار 5 جويليا، يقدر يكون نهار 7 سبتمبر، داير ما يقدرش يديروا حمله انتخابيه، يخافوا يخافوا يديروا حملة انتخابية، لأنه هذوك الأرانب تاعهم هذوك هما الأولين اللي راح ياخذوا الضرب، وراح يهربوا، راح يهربوا، ما يقدروش يديروا حملة انتخابية. البلاد ماهيش دايرة الحملة الانتخابية ما دام الانتخابات مزورة مسبقا. لما يدير لي تاريخ حد لي تاريخ تاع دور واحد باينة باللي راهي دعوة مزورة، باينة دعوة مزورة. الشعب الجزائري إذا كان عنده نظام أصبح مضحكة أمام الدول، ما يلزمش الشعب الجزائري يكون مضحكة أمام الشعوب. لا، عندنا تاريخ، عندنا أجداد نفتخروا بتاريخهم بأمجادهم، عندنا بلاد أنجبت عظماء نساء ورجال. شكون البلاد اللي راح تجيب لي ذكر لي امثال كهينة وفاطمة مسمر وجميلة بوحيرد وحاسمة بن بوحدي وملكة قايد وريدة مداد؟ شكون؟ حتى لي بلاد تذكر لي قائمة راهي ما كملش. مريم بن ميهوب ولحق جميلة ابو باشا وجميلة بو عزة وزهور خرف الله وفتومة وزقان. يا ولدي انا غير كنكلمو على النساء، شوف اش عندنا، الله يبارك، بطلات كانوا يرعبوا الاستعمار، كانوا يرعبوا الاستعمار. فضيلة سعدان كانوا يرعبوا الاستعمار، نساء هذوما جابوا يرعبوا الرجال، لعبوا دي كولونيل تاع الجيش الاستعماري. اما الرجال حدث ولا حرش، بدا من كسيلة ورواح ومن قبل منه ورواح ابطال وابطال باقيين يجوا يزوروا لنا التاريخ. السيرة هذي ما عقلتش، جابت رجال وجابت نساء. أعطيني بلاد اللي قادر تذكر لي هكذا اون سيري كيما ذكرت تاع نساء، زيدك اون سيري تاع رجال. ها من بن مهيدي لعميروش لعبان لديدوش البيطار تعرف شنو؟ الحقاس لنسي الحواس لزيغود لديدوش اللطفي، شنو؟ اسماء واسماء يا صاحبي. باش هادو كامل يضحيو باش يخليو بلاد يرخص فيها الشعب؟ ابدا ابدا، الشعب الجزائري عمره ما يرخص. الشعب الجزائري يعرف
باش ينوض وينوض الموس الحقل العظم ديال الانتخابات مزوره. واش معناه ان الشعب هذا ماهوش واعي؟ الشعب هذا اللي كسر امبراطوريه كامله، الامبراطوريه الفرنسيه تكسرت في الجزائر، لانه دوغول عاد قال لنكاردي غير الجزائر برك وسمح، سمح في كلش، الامبراطوريه طاحت والجزائر ما طاحتش، الجزائر هي اللي طاحت الامبراطوريه ودات استقلالها. بصح ماشي باش يجي يحكمها تبون ولا شنقريحه ولا جبار. المجرم هذاك تاع نصر الجن ولا درت نصر الجن اسم تاع مسؤول. اي نعم، لا ابدا، الجزائر يحكموها نساء ورجال حراير، الجزائر يحكموها نساء ورجال حراير، ما يجوش يحكموها اندال يعتمدوا على ارخص ما وجد على وجه الارض. شوفوهم في المواقع التواصل الاجتماعي، شوفوهم حتى هنا تسيبوهم بالسبان مكدا، يعتمدوا على جردان، يعتمدوا على جردان اللي يفضحوهم ويخلوهم مفضوحين امام العالم. لا، الجزائر انجبت وما زالت تنجب، الشعب الجزائري ما يبقاش مهبط راسه، ما يبقاش يعيش في الظل. أنا ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هشام عبود صحفي حر، هشام عبود صحفي حر، هشام عبود ناشي زيرو، توما الإرهاب يا ليجينيرو، هشام عبود ناشي زيرو، توما الإرهاب يا